متابعي طقس العرب في السعودية، أسعد الله مساءكم بكل الخير. نهار اليوم الأربعاء استمرت الأحوال غير المستقرة بالسيطرة على مناطق جنوب غرب المملكة، مصحوبة بزخات رعدية من الأمطار كانت غزيرة في بعض الأحيان، ومتوقع بإذن الله أن تستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة بالسيطرة على مناطق جنوب غرب المملكة خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله. أما الآن دعونا نتعرف على درجات الحرارة في العاصمة الرياض لهذه الليلة فترة السحور. 27 مئوية وأجواء غالبا صافية، نسبة الرطوبة 16% وسرعة الرياح 9 كيلومتر في الساعة. أما الآن دعونا نتعرف على درجات الحرارة لنهار غد الخميس في عموم مناطق المملكة، ابتداء شمالا وسكاكا نهار متسجل 36، ليلا 23 مع أجواء حارة، عرعر 37 نهارا أجواء حارة 22 ليلا، تبوك غبار خفيف 37 نهارا و25 درجة مئوية بإذن الله بتسجلها ليلا. مع المناطق الغربية والمدينة المنورة 40 نهارا وأجواء حارة 30 ليلا، مكة المكرمة 40 نهارا 29 ليلا واحتمالية لهطول زخات من الأمطار الرعدية، الطائف 32 نهارا 21 ليلا وأيضا احتمالية لهطول زخات من الأمطار، جدة نهارا 34 ليلا 30 وأجواء مشمسة. أما المناطق الجنوبية الغربية، أبها 27 نهارا 17 ليلا، الباحة 28 نهارا 17 ليلا وأجواء غير مستقرة تهطل على إثرها زخات رعدية من الأمطار بإذن الله، جازان نهارا 37 وأجواء غالبا غائمة و30 مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. مع المناطق الشرقية والدمام نهارا 37 26 ليلا، حفر الباطن أجواء حارة جدا 42 نهارا 26 ليلا، والإحساء 40 نهارا أجواء صافية ومشمسة و26 درجة مئوية بإذن الله بتسجلها ليلا. أخيرا مع المناطق الوسطى مع العاصمة الرياض، أجواء صافية ومشمسة بتسجل بين 38 و 27، بريدة كذلك الحال أجواء صافية ومشمسة بين 38 و 26، وحائل أجواء حارة بين 35 درجة مئوية و 19 درجة مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة، تابعوا باقي تفاصيل نشرات طقس العرب، إلى اللقاء.